والمنظومة هذه استغلتها في ما يحب الله سبحانه وتعالى في التوجيه، بعضها عن خطبة كاملة مثلا، ما دام انه كذا نجيب مثلا منها واحدة مثلا. يلا يقول يلا اني طالب الرب السماء، عالم ما في السراير والنوى، مخرج النبتات في عود خوى، خالق الانسان من صلصال طين، وين غادي الذي ما تطلبه، كل شيء قد حصاه ويكتبه، زود بدنياك واكثر مطلبه، حافظ على الصوم وصلاة تبين، زد صلاتك بالشهادة والزكاة، وحج بيت الله وادرج بالصفاء، زر محمد تكسب اجره مع رضاه، واطلب من الله رب العالمين. أن تدري يا الذي بدربك مشيت، وش لقيت اليوم وش اللي جنيت، ان بقيت اليوم بكره ما بقيت، ما نفع مالك وحرثك والبنين. انظر الدنيا تفرق ما جمع، فمنع الطماع من بعض الطمع، نسمع بقارون ماله ما نفع، قد خذاها الله خير الوارثين. الله الله. مكسب الانسان باع في ذراع، والقماش اثنين والثالث قناع، ثم يلقى الناس من جنبه صراع، ناس لليسرى وناس لليمين، الله يجعلنا وياكم من اليمين. امين. فابن ادم مثل طلاب العلوم، ان جمع درسه في علمه في قدوم، ينتهي بشهادته تقضي اللزوم، وبالمكاسب كان خير الناجحين. ما حد يسبقه في مرتبته، مكسبه جيد وزادت خدمته، وانت قاعد راتبه في حسبته، يخدمه ما له وذرين صالحين. يا سلام. والذي كسلان في مدرسته، ما تعلى دائما في نكبته، طالت الدنيا وهو في غفلته، وانتهى عامه من الخاسرين. ما لقى شهادات يتوسل بها، عيشته نكده وغاون دربه، يحسب انه غانمين في كسبه، ما ين الخسران في وجه الحزين. حزين. والديك اوصافهم ربي اليك، وكد المختار واجبهم عليك، قال طيع الله وارحم والديك يرحمك رب السماء في كل حين. اخفض الذلات من جال الرجال، واكسب المرضات لو تشرب مال، لو تكون زلاته مثل الجبال، لا تطيع ابليس اللعين. من مشى بدربه يوديه الهلاك، ومشيت بدرب حق ما غواك، وانعدلت الحق ملزوم بغواك، يرشد الغاوين درب الهالكين. لا تطيع اللي بعيد بالقريب، القريب اولى ولو علمه صعيب، لو حصل لك مشكله لازم يجيب، اشتراك وباع كل البايعين. يا سلام. قالوا الاولى بالاولى بمعروف، لا يكون الخلق جالك في صفوف، ان بقلبك رحمه لازم تروف، تمنع المظلوم كيد الظالمين. يا سلام. قلتها للي قلتها للناس ذا منهم فهيم، من مولاه هو الرب الكريم، مكتف باللي قويين واليتيم، وهذه الدنيا طريق العابرين. نطلب من الله يزين حالنا ويجعل الايمان مبلغ علمنا، لا تكون الدنيا اكبر همنا، وان يجنبنا واياكم دروب الجاهلين. الله الله. سلام 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 سلام. الله الله. ايش رايك شيخ حسن؟ والله ما شاء الله رساله جميله ورسمه جميله كذلك. ترى عمرها صغير حوالي 40 سنه. الله الله ما شاء الله تبارك الله. اي والله.